من أكثر الأماكن السياحية جاذبة للسياح مدينة العشق والجمال بورتوفينو، حياكم الله. أول المطاعم اللي راح أبتدي فيها من المطاعم المشهورة في بورتوفينو لاجريتا القبقب. القبقب يلا. Can we have the burrata salad with the cherry for the starter? The lobster linguine. Wait. شامل شنو تبي؟ قل لي. شنو أطلب لك؟ تبي شيء ولا ما تبي تأكل؟ Yeah, okay. Okay. What do you want? Okay. خلاص. I will choose something nice for him. What you recommend? With the pasta. Anything. Yeah. Spaghetti with clams also is one of my favorites. Okay. We'll have the, you know, the spaghetti with the clams. Yeah. Why not? وصل الأكل وأول ما نبتدي فيه اللي هو البراتا والكرباتشو اللي هو الأكتوبوس كرباتشو. طبعاً البراتا من ألذ أنواع الأجبان اللي يسوونها هني في إيطاليا. شنو نحط عليها؟ شوي نحط عليها بلسمك فينيجر. أوكي. ونحط عليها زيت الزيتون. ناخذ من التشيري توميتو، ناخذ شوي من، قول بسم الله. نجرب معاكم، نحط عليه شوية بيت زيت زيتون. نعطيها شوية فلفل اسود. طبعا الكرباتشيو القطع رفيعه وايد، بس يا سلام يا سلام. بسم الله. الاخطبوط صراحه فريش. طبعا اي مكان تلاقيه على البحر دائما عندهم السي فود يكون فريش. جدا جدا لذيذ. طبعا وصل المين كورس. طلبت لابستر لغويني وعندكم هني سباجيتي وذ كلامس. طبعا هاي حق شامل مو بلي انا، هاي مو بذوقي انا. اللابستر لغويني، قول بسم الله. نجرب اللابستر. طبعا طعم الريحان واضح فيه، وطبعا مع التشيري توميتو، وطبعا اللي هو دائما في الاطباق الايطاليه اللي هو الاوليف اويل، زيت زيتون، على كيف كيفكم. طعم خيالي صراحه، وايد حلو. مثل ما قلت لكم اطعم فيه وايد طعم، حاطين فيه بيزل. لذيذ على كيف كيفكم. هني هذا اللي هو السباجيتي مع الكلامس. اجرب ال طعم صراحة خرافي. الطبقين كل واحد احلى من الثاني. دائما تشوفوا الطليان ما يعتمدون على انه يعني لما يسوون الباستا يسوون اللغويني السباجيتي ما يطبخونها وايد زياده، فتلاقيها شوي جامده شوي. هذا الطعم الصح. يا سلام يا سلام، صراحه طعم خرافي. تجربه مطعم لاجريتا صراحه كانت مميزة، عجبني صراحة فيها البراتا سلط والكرباتشو كان تمام حق ستارتر، بس اللابستر لغويني صراحة كان اوتستاندينغ وايد حلو. طعم فيه طبعا البيزل التوميتو صوص، وطعم طبعا اللابستر
واضح في اللقويني صراحة. حتى بعد السباجيتي مع المسلز مع الكلامس صراحة كان طعمه حلو. نشوفكم مطعم ثاني، مع السلامة. طبعا ما يصير انت تكون في ايطاليا وبورتوفينو وما تاكل جيلاتو. حياكم. What you recommend for me? Best gelato. Best vanilla with chocolate chip. Okay. And pistachio maybe. Pistachio. Yeah. Pistachio, I love like pistachio. I can do a mix if you want. You can. I can mix. Yeah. Okay, mix it. You like chocolate? I like chocolate. Chocolate and a little taste of vanilla with chocolate chip for you. Okay. Okay. What's your name? Paolo. Paolo. Best gelato with thank Paolo and Portofino. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. طبعا هذا فانيلا مع تشوكليت شيبس، وطبعا هذا تشوكليت وهذا البيستاشيو. انا بجرب البيستاشيو، انا من عشاق البيستاشيو. ماما مية. واو 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 واو، صراحة هذا مليون. يا سلام يا سلام يا الله. Man, it's really, you know, very delicious, extremely delicious. Homemade, yeah. Okay, so شوفوا كل يوم يسوونه فريش. اليوم هاي الايس كريم جيلاتو شوكليت. واو. Dark chocolate, yeah. Without milk, dairy-free, totally. لاحظتوا؟ بدون ملك ودارك شوكليت. واو. بجرب الفانيليا. هذا من ألذ الجيلاتو اللي جربته في حياتي صراحة. هذا البستاشيو يضرب في المخ على طول. يا سلام يا سلام. أنا صراحة محظوظ، رحت إسبانيا عرس، جيت إيطاليا في عرس. شو السالفة؟ الظاهر أنا شكلي بتزوج بعد. خلينا نشوف. شوفوا ما شاء الله حجم الليمون عندهم هني في بورتوفينو. ما يلعبونه، بس طعم العصير. يا سلام يا سلام. شفتوا انتوا البروسيس شلون سوت عصير الليمون فريش؟ نجربه بسم الله. يسرسح على القلب صراحة. شامل تبي شوي ولا ما أعطيك؟ تبي؟ أنا أعطيك. يلا خلنا نروح نمشي، نروح مكان ثاني. طبعاً الحين راح أذوقكم أحلى بيتزا في بورتوفينو، البورتوكو. أحلى بيتزا عندهم على الحطب يسوونها، بس شنو؟ من فئة يا سلام يا سلام. حياكم الله. طبعاً تعالوا الحين بذوقكم أحلى بيتزا مارغريتا في بورتوفينو. تعالوا شيف، can we have margarita please؟ طبعاً تلاحظون يسوونها على الحطب، طعم يختلف طبعاً طعم البيتزا اللي مع الحطب، شيء ثاني. لاحظتوا البيتزا شلون مقرمشة على جنب؟ لاحظتوا أحلى بيتزا في بورتوفينو. سوبر يا سلام يا سلام. هنا في إيطاليا ما تقول يا سلام يا سلام، نقول سوبر يا سلام يا سلام. وطماط وريحان اللي هو يمثل العلم الإيطالي.
بعد في احلى مكان، شوفوا الفيو وراي شلون دورت فينا، بعد تاكل احلى احلى بيتزا شاي مثلي. انا ختمت بيتك شامل. This is the last one. I know that I ate too much, but mamma mia, very nice. You lazizi araya. يا سلام يا سلام، السر في العجينة صراحة. شوفوا شلون من الحطب طعم، والطعم كرنشي ولذيذ. إذا جيت لازم تجرب المطعم إذا جيت بورتوفينو. إذا عجبكم المحتوى فرجاء لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولا تنسوني كومنت ولايك. ويا سلام يا سلام عليكم. باي باي.